القرار؟ وسنة الحياة، كل نفس دائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. المرحوم الله يرحمه برحمة الله، والله يغفر له، والله يصبر وليداته ويصبر الأسرة ديالو الصغيرة والكبيرة. إنسان أدى الواجب ديالو بصدق وأمانة، تير في المسار المهني ديالو، وهذه سنة الحياة. إنسان يعرف بأنه كاين البداية وكاين النهاية، وعلى هذا الأساس حنا كمواطنين ولا كمسؤولين، الإنسان يعرف بأنه خصو يؤدي الواجب ديالو، خصو يحترم الناس، خصو يوقر الناس، خصو يدير الخير، خصو يكون إيجابي في الحياة ديالو. والحمد لله راه كان زميل وأخ ديالنا، الله يرحمه برحمة الله. كما كتعرف الفقدان ديال واحد الزميل ولا واحد الأخ كيكون عنده واحد الأثر في النفوس، والله يرحم جميع الموتى ديال المسلمين والعائلات، كل شيء اللي توفى الله يرحمه الله يغفر له في هذا النهار هذا. وشكرا جزيلا. عبد الحميد خيام، عبد الحق راه كان محبوب عندكم كلكم، راه هو خوكم، وكان كيتفانى في الخدمه ديالو، وكان كيحب الوطن ديالو، وكان كيحب الملك ديالو، وكان كيحب الشعب ديالو، وهو راه محبوب الحمد لله عندكم كلكم، عند الرياضيين، عند كل شيء. وهو في هذه الايام ديالو اللي كان مريضه كلها، كان فهمتي، كان طارح الفراش، وكان كيحمد الله ويشكر الله، كان ديما هو الحمد لله كيقول لك اللي بغى الله غادي تكون. خويا اخر مره جا دارني في كلينيك، كتفتح على ظهري، وجا مسكين واساني جا يعني خاطف من الخدمه من الرباط، وجا عندي في الليل وبقى كيواسيني وكذا وكذا، وقال لي ما كنتيش تفتح، واخا هي واحد العمليه شويه واعره على السلسول، الا ما كنتيش تفتح تنشوفوا لك شي طبيب اخر وكذا وهذه، وزعما واساني قال لي ما غيكون عندك باس وغادي تكون بخير، وبقى كيسول عليا ديما كيواسيني ويسول. هذيك يعني كانت اخر مره، وفاش شفتو مسكين مريض، دخلت عدو عنقتو داك الشيء، قال لي ما كاين لاش تخاف، قال لي الحمد لله، قال لي اللي بغى الله غادي تكون، قال لي احنا كلنا لله، اللي بغى الله غادي تكون. وهي بقى مسكين الذكر ديالو ديما انا لله وانا اليه راجعون، والحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. هو يعني هو كي قلتي ضاع لكم توما وضاع المغرب كله، والحمد لله والشكر لله، انا لله وانا اليه راجعون. جزاكم الله خير. وما توفى واحد السيد اللي قريب لقلبنا بزاف، هو الجار ديالنا في دار جداتي الله يرحمها هي، توفى، وكان الخبر ديالو اللي ضرنا بزاف القلوب ديالنا، لانه هو واحد الانسان اللي بصمه ديالو خلاها كبيره في الوطن ديالنا الحبيب، وخلى بصمه كبيره في قلوبنا حنا نيت كجيران ديالو والاصدقاء ديالو في الدرب وكل شيء. هو واحد الانسان اللي طيب ومتخلق ومؤدب تبارك الله، اللي كان كيعاوننا وكيضحك معنا فاش كنا اطفال صغار، كنا كنلعبوا مع بنت خصو في الزنقه، كان ديما كيجي يتلقى لينا، يجيب لينا، يعطينا الحلوه، الفانيد، لي بونبون، كان مهلي فينا بزاف داك السيد. واخا زعما عنده مرتبه كبيره في الوطن ديالنا، باقي كيجي للدرب ديالو، ومازال كيشوف الاقارب ديالو. بالنسبه لي هوايا، كانت عاودت لي خالتي واحد المره كانهم كانوا كيحفظوا اونصومبل في الدرب، تبارك الله خالتي حتى هي راه دابا في المانيا، كانوا كيعاودوا لنا كانوا كيحفظوا بجوج، كانوا كيبقاو سهرانين كيحفظوا، كان واحد الشخص اللي عزيز عليه العين بزاف، كان كيقرا لي الكتبه بزاف، كان كيقرا بزاف الحوايج على المقالات اللي كاينين في الوطن ديالنا وكل شيء، وهو خلى واحد البصمه جيده في البلاد ديالنا، حيت انه كيحارب الارهاب وضد هذا الشيء ديال الارهاب، ودار بزاف الحوايج اللي زادوا طوروا من المجتمع ديالنا وزادوا طوروا من الوطن ديالنا. وفي اخر كلمه بغيت نصبر العائله ديالو، عائلته، عائله خيام، والله يرحمه ويغفر ليه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ان شاء الله، ويلحقنا به مؤمنين. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.